مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. جمعه مباركه عليكم، ان شاء الله يا رب يسعد كل ايامكم وتتبارك عليكم بالصحه والسلامه والعافيه يا رب. دائما ما نسعد ان نكون معكم في حلقه يوم الجمعه بكل الاشواق وبكل المحبه اللي بنسعد جدا ان نلتقيكم بها ونكون جزء من لمتكم الصغيره في يوم الجمعه. ان شاء الله نكون الليله يعني اضافه تساعدكم وتقدم ليومكم، وان شاء الله نكون كمان دائما معاكم في الافراح وتكونوا دائما ملمومين في الخير. محمد، جمعه مباركه عليك وان شاء الله كانت جميله. جمعه مباركه عليك وام على كل الساده المشاهدين في كل مكان، واكيد دائما جمعتنا جميله من خلال لقائنا الاسبوعي المعتاد مع مشاهدي قناه الهلال الفضائيه، شاشتكم المفضله دائما وابدا، وعدد من المواضيع اللي بنحاول دائما ننتقيها بعنايه من اجل ان نقدم مادة مفيدة لكل السادة المشاهدين في كل مكان، ما بين القضايا المجتمعية المهمة، ما بين التركيز على المواهب الكبيرة اللي بتسخر بها بلدنا السودان، ما بين المادة الفنية الحلوة اللي من خلالها بنحاول نتسلم على السادة المشاهدين في كل مكان ونكون جزء أصيل من لمة الجمعة الجميلة واللي بتميزنا وبتميز كل البيوت السودانية. نعم بالتأكيد يا محمد، وممكن دائما يعني يوم الجمعة بنحاول دائما نسعى لأنه دائما نبعد عن السوشيال ميديا والواتساب اللي بيجينا بنسأل به عن أحوال بعض، نحاول نتفقد بعض، نصل أرحامنا، لأنه الآونة الأخيرة للأسف الكثير مننا بيبقى يفقد ناس عزيزين عليه وبندم على كثير من اللحظات اللي كان ممكن يقضيها معهم. دائما خليكم قراب لبعض، تفقلوا أحوال بعض، وخلوا المحنة والطيبة السودانية بتاعت يوم الجمعة تفضل محافظة على لمتها في بيت الحبوبة والجد، إن شاء الله دائما لمة. نتابع لحن المساء وعودة لكم من جديد.
باجد ليه مش عارف وحنسام وسرحنا متجاودين ساق أحلى كلام عمرنا باجد ليه مش عارف وحنسام وسرحنا متجاودين ساق أحلى كلام ينصر علي الحان ينفى مرشيغ مساء ينصر علي ينفى مرشيغ مساء بين رعشة الأهداف ومدى وانت الأنسام عاطفة وحنان يا ناس وحنان يا ناس عاطفة وحنان يا ناس إنسان مليح والناس إنسان مليح والناس عيون بضوي الليل وقلب رغيق حساس عيون بضوي وقلب رغيح السراس ممت لاجل ستريك نسف ممت لاجل ستريك نسف دنيا ما شفنا فيها ملل ولا طاف علينا نعاس ولا طاف علينا نعاس ولا طاف علينا